محاضرة تعويضية عن محاضرة يوم الاثنين السابق اللي فاتتكم. عفوا، واضح الصوت؟ واضح الصوت أبنائي؟ نعم دكتور، واضح. شكرا. طلابنا، الموضوع اللي أخذناه هذا الأسبوع مع بقية الجروبات كان موضوع اسمه 1-3 Azoles. طبعا المواضيع اللي درسناها في المحاضرات السابقة من بعد المد لحد الآن كانت تتضمن يعني الحلقات غير المتجانسة اللي تحتوي لي فقط ذرة غير متجانسة واحدة، قد تكون N أو S إلى آخره. اليوم موضوعنا شوي راح يكون جديد، يعني راح ندرس الحلقات الغير المتجانسة اللي تحتوي لي أكثر من ذرة غير متجانسة، يعني ذرتين غير متجانسة تحتوي من ضمن الستركشر أو ما يعرف بالـ 1-3 Azoles. The recording has started. الـ 1-3 Azoles مثل ما قلنا قبل قليل إنه هي الحلقات اللي غير المتجانسة اللي تحتوي لأكثر من ذرة. نشوف Azoles يعني بيها من ضمن الحلقة هي نيتروجين، نسميها Azoles، راح تكون بالموقع رقم 3، وبالموقع رقم 1 راح تكون الحلقة تحتوي ذرة غير متجانسة إضافية. طبعا المقدمة عليه الانترودكشن والأمثلة على الـ 1-3 Azoles، خلونا نشوف في الستركتشرات الآتية. نشوف هذه الستركتشرات اللي أمامنا، خلونا نشوف في التركيب الأول اللي هسه البوينتر عليه. نشوف أول تركيب حلقة خماسية، حلقة خماسية تحتوي على أكسجين، هي تشبه حلقة الفيوران اللي درسناها سابقا، لكن بالإضافة إلى الأكسجين تحتوي لي ذرة نيتروجين في الموقع رقم 3. هذا النوع من الحلقات اللي تحتوي لأكسجين ونيتروجين راح نسميها أوكسازول. أوكس جاية من أكسجين، أزول للإشارة إلى ذرة النيتروجين اللي موجودة برقم 3. النوع الآخر أو المثال الآخر على الـ 1-3 Azoles، المركب اللي بالنص اللي تشوفوه هسه، يحتوي لي ذرة S، ذرة كبريت في الموقع رقم 1، ويحتوي لي بالموقع رقم 3 على ذرة نيتروجين. هذا ألاحظ وهي حلقة خماسية، الحلقة تشبه الثايوفين بسبب احتوائها على الثلفة، وبالإضافة إلى ذلك تحتوي لي على نيتروجين. هذا النوع من المركبات راح نسميها ثايوزول، ثايا للدلالة على الكبريت، أزول للدلالة على ذرة النيتروجين الثانية. المثال الثالث أو المركبات الأخرى اللي تحتوي لذرتين غير متجانسة، خلينا نشوف آخر واحد على اليسار، ألاحظ أن الحلقة الخماسية تحتوي لي على NH، ومثل ما قلنا سابقا الحلقات الخماسية اللي تحتوي لي على NH نسميها بايرول، لكن هذا البايرول يحتوي لي على ذرة نيتروجين إضافية ثانية، لذلك يكون اسمها
إيميدازول، إيميدازول أو 1-3 إيميدازول. ألاحظ الخواص هذه الذرات اللي موجودة في الحلقات الثلاثة. الأول اللي على اليمين ذرة الأو اللي موجودة هنا تشبه خواصها تشبه خواص الأكسجين اللي موجودة بالفيوران. الأخرى الأس اللي موجودة في حلقة الثايازول خواصها تشبه خواص ذرة الكبريت اللي موجودة في الثايوفين. أما الـ NH اللي موجودة في الإيميدازول خواص الـ NH اللي موجودة هنا أو النيتروجين تشبه خواص النيتروجين اللي موجودة في البايرون. زين، نلاحظ بينما ذرة النيتروجين الإضافية اللي موجودة في الموقع رقم 3 اللي موجودة للأعلى، هذه الثلاثة اللي موجودة للأعلى هي مشابهة لذرة النيتروجين اللي موجودة في البيريدين. في البيريدين إذا نتذكر أبو الحلقة السداسية ذرة النيتروجين ترتبط بسي يعني أكو آصرة مزدوجة بينها وبين الكربون تحتوي لي سي دبل بوند ان وسي سنجل بوند ان، نفس ما موجود هنا في الأزول ال 1-3 أزول. ألاحظ هنا هذه ذرة النيتروجين الأولى والأخرى اللي موجودة في الثايوفين والثالثة اللي موجودة في الإيميدازول تكون خواص هذه ذرة النيتروجين مشابهة لخواص ذرة النيتروجين اللي موجودة في البيريدين. إذا أكو أي سؤال، إذا أكو أي سؤال من عندكم أو أي توضيح تحتاجه ممكن تكتبوه بالشات أو ممكن الطالب يعني يفتح مايك. زين، إذا ماكو أسئلة نمشي بالمادة. هنا إلى نعم شكرا واضح نعم. إلى موضوع اسمه البايو أكتيف أزول، بايو أكتيف 1-3 أزول. مثل ما نعرف إنه معظم المركبات الحلقية غير المتجانسة اللي درسناها تدخل ضمن المركبات الحيوية، ومن ضمنها الـ 1-3 أزول. خلينا نشوف شنو أنواع المركبات الحيوية اللي تدخلها. أول مركب حيوي اسمه تشوفون أول واحد أورثو مثل هال فور داينول، هو مركب يستخلص من النباتات أو النواتج الطبيعية اللي نسميها الألكالون. خلونا نشوف هذا التركيب، شنو تركيب هذا المركب الحيوي. نشوف هنا أول مركب موجود على جهة اليسار اللي هسه دنأشر عليه أورثوميثيل هال فور داينون. لاحظ انه في الحلقة اللي بالنص، الحلقة اللي بالنص حاليا هذه تحتوي لي على حلقة خماسية، حلقة خماسية هي حلقة الأوكسازول 1-3 أوكسازول. بالموقع رقم 1 تحتوي لي أكسجين وبالموقع رقم 3 تحتوي نيتروجين. هذه واحدة من المركبات الحيوية اللي يدخل من ضمنها الـ 1-3 أزول. خلونا نشوف بعض المركبات الأخرى الحيوية، مثلا الآخر اللي بالنص فيتامين بي 1. شوفوا وياي الفيتامين بي 1 أيضا هنا، هذه الحلقة اللي أمامكم حلقة ثايازول، حلقة ثايازول
هذه الحلقة تحتوي على الأس والنيتروجين نسميها ثايوزور. طبعا نعرف الأهمية، احنا أهمية الفيتامين بي 1. الفيتامين بي 1 يعني اسمه هو الثايامين، يكون يعني مهم وضروري للفور كاربوهيدرات ميتابوليزم، يكون ضروري لأيضا الكربوهيدرات. نقصه يؤدي إلى مرض اسمه مرض بيريبيري، يشخص من خلال إنه النيرف يعني التوتر، الأمراض القلب، بعض وبعض الأعراض الغير الطبيعية في القلب والدماغ. هذا بالنسبة للفيتامين بي 1، نلاحظ أنه يحتوي لي على حلقة الثايازول. مركب دوائي آخر، مركب دوائي اسمه سيميتيدين، هذا يستخدم لعلاج القرحة المعدية، تريت هيبتيك ألسرز، يعالج لقرحة المعدة اللي هو الكيب ماته على جهة اليمين، أول واحد على اليمين اللي تشوفه الآن. هذا المركب يحتوي لي على حلقة الإيميدازول. إيميدازول هذه التراكيب هي مهمة. قد يجي لك بامتحان الفاينال شيء مثلا، انطيني اسم الحلقة غير المتجانسة الموجودة في هذه المركبات الحية. اكو سؤال لحد هنا؟ زين، في المركبات اللي من النوع الون ثري ازول راح ندرس بعض التفاعلات المهمة في هذا الفصل. اول نوع من التفاعلات اللي راح ندرسها هي الالكتروفيليك سبستيتيوشن. الالكتروفيليك سبستيتيوشن مثل ما مر علينا سابقا تتضمن النيتريشن، الهالوجينيشن، الاسيليشن، هي من الامثلة على التفاعلات اللي تكون من النوع الالكتروفيليك. لكن اكو ملاحظات مهمة على النوع الاول اللي هو النيتريشن، تفاعل النيتريشن بالنسبة للون ثري ازولز. نجي الى اول مركب هو الإيميدازول. ونشوف الملاحظة اللي عليه، are much more reactive to nitration، يكون فعال جدا بنحو تفاعل النيتريشن، اكثر من ايش؟ than thiazol، اكثر من الثايازول. خلونا نشوف مثال على تفاعل نيتريشن بالنسبة للإيميدازول. نشوف هنا التفاعل الأول اللي للأعلى، الإيميدازول اللي هو من النوع 1-3-azole مع النيتريك أسيد concentrated HNO3 in the presence of oleum at room temperature، راح يصير عندي تعويض مجموعة النيترو في الموقع رقم 4. إذن ننتبه تفاعل النيتريشن في الإيميدازول، أول ملاحظة أنه تحدث في الموقع رقم 4 على حلقة الإيميدازول. هذه الملاحظة رقم 1. زين، خلونا نرجع للملاحظات. قلنا انه الإيميدازول اكثر فعالية من الثايازول، more reactive than thiazol. الثايازول يحتاج activation،
activation helps. شنو نوع يعني التنشيط اللي ممكن انه اجري له لحلقة الثايازول حتى ممكن اجري عملية النيتريشن؟ وشوفوا لي هنا، شوفوا لي على حلقة الثايازول المعادلة الثانية شنو فرقها عن المعادلة الأولى من حيث الستارتنج ماتيريال. السؤال موجه لكم، اكو بي فرق حلقة الثايازول عن الإيميدازول؟ نعم، اللي يقدر يجاوب ممكن يكتب بالشات، اكو فرق بالحلقات. نشوف حلقة الإيميدازول اللي بالأعلى ما احتوت على معوضات، ما بها معوضات، لكن شوفوا لي هنا حلقة الثايازول شنو يحتوي لي بالموقع رقم 2. ويا يا ابنائي، نعم نعم سماء، الحلقة معوضة. شنو نوع التعويض هذا؟ مجموعة مثل، تمام. زين، مجموعة المثل هل هي ساحبة للإلكترون أم دافعة للإلكترون؟ شنو اللي دي يسوي لي اكتيفيشن للحلقة؟ نعم نعم سما، نعم تكون دونيتنج، دافعة للإلكترونات، تمام تكون. حتى نجري عملية النيتريشن لازم الحلقة تحتوي لي على مجموعة دافعة للإلكترونات. راح نجري عملية النيتريشن باستخدام كاشف اسمه N2O4 in the presence of BF3 at room temperature. نبدي من درجة حرارة الغرفة ونبدي إلى 70 درجة مئوية، ونشوف هنا الناتج الرئيسي. الناتج الرئيسي اللي نسبته 59%. شوفوا لي مجموعة النيترو وين تعوضت، وين تعوضت مجموعة النيترو بيا موقع. نعم شعيب ابني، بعد هنا احنا تعودنا بالحلقات غير المتجانسة. نعم، بعد ما نسمي أورثوميتا وبارا، هذاك فقط كنا في حلقات البنزين الأروماتية. الأصح الأصح يعني أما نسميها رقم الذرات 1 2 3 4 5، إذا هي مثل ما قال زميلتك بالموقع رقم 5 at carbon number 5، أو ممكن يعني نقدر نسميها ألفا بيتا جاما وهكذا. إذا هنا التعويض يصير بالموقع رقم 5، وعندي ناتج آخر راح يكون بالموقع رقم 4. إذا شنو فرق النيتريشن اللي موجود في الإيميدازول عن الثايازول؟ نلاحظ الأول ينطيني فقط ناتج واحد بالموقع رقم 4، بينما الثاني ينطيني ناتجين، الناتج الأكثر هو بالموقع رقم 5 والناتج الأقل في مجموعة الـ NO2 في الموقع رقم 4. أكو أي سؤال لحد هنا؟ نجي إلى نوع آخر من التفاعلات الإلكتروفيلية، هي تفاعل الهالوجينيشن. أيضا نركز على الملاحظات اللي موجودة. أول ملاحظة، الإيميدازول R brominated، هذه الملاحظة. ممكن أنه نجري أو نضيف مجموعة البروم easily، بسهولة جدا، وننتبه إلى ملاحظة كلش مهمة، at multiple position.
في البداية يعني إضافة البروم راح تحدث على أكثر من موقع multiple position. نشوف المعادلة اللي موجودة للأسفل اللي موجودة أمامكم. ألاحظ في هذه المعادلة حلقة الإيميدازول حلقة نشطة، إذا أضفت لها الـ BR2 بوجود الـ acetic acid and sodium acetate at room temperature بدرجة حرارة الغرفة، قلنا bromination occur at multi-position. ألاحظ هنا صارت عندي تعويض الـ BR في الموقع رقم 2 و 4 و 5، هذه بالخطوة الأولى. إذا أضفنا ملح الـ Na2SO3 محلول إلى وتسخين المزيج تسخين المادة المتكونة، راح تختفي معوضات الاثنين والخمسة، تبقى عندي فقط المونو سبستيتيوشن اوف بروم ات كربون نمبر 4، تبقى عندي المعوضة الأحادية للبروم في الموقع رقم 4. اكو سؤال؟ لذلك هنا أبنائي ننتبه إلى أنه النيتريشن حثت بخطوة واحدة بتعويض أحادي بالنسبة للإيميدازول، لكن هنا بالبرومينيشن بالتفاعل الثاني البرومينيشن يحدث at multi position، وإذا ضفت له ملح الـ N2SO3 يتحول إلى المونو position أو مونو substitution. إذا أكو أي سؤال؟ زين، نعم شكرا. النوع الآخر من التفاعلات الالكتروفيلية هو تفاعل الأسيليشن، مثل ما تعلمنا احنا في المركبات الأروماتية اللي أخذناها بالكورس الأول، درسنا فد نوع من أنواع التفاعلات الالكتروفيليك، درسنا الفريد الكرافت أسيليشن، الفريد الكرافت أسيليشن هذه درسناها في موضوع البنزين and their derivatives. نجي إلى موضوع الـ 1,3-azole في موضوعنا اليوم. الـ 1,3-azole don't undergo Friedel-Graft acylation، ما ممكن إنه نجمع عملية Friedel-Graft acylation بسبب تكون فد مركب معقد complexation. زين، لكن كيف راح أنقل أو الأسيتيل إلى حلقة الإيميدازول أو الأزول؟ راح نضيفه بالشكل الآتي. شوف هذا التفاعل، الإيميدازول المعوض في الموقع رقم 1 بمجموعة مثل مثل إيميدازول. إذا فعلت مع هذا الكلوريد الحامض، اللي هو البنزويل كلورايد in the presence of triethylamine and methyl cyanide at room temperature، شوفوا لي شنو الناتج اللي راح يتكون. راح يصير عندي معوضة الـ C double bond أو phenyl على ذرة النيتروجين رقم 3، ذرة النيتروجين رقم 3، وهو النيتروجين أساسا به 3 ارتباطات، وأجتني ارتباط رابع مع الفنل C double bond O، راح يكتسب positive charge، راح يكتسب شحنة موجبة، راح يتحول إلى quaternary ammonium salt ملح الأمونيوم الرباعي. زين،
شوفوا لي راح يصير بعدها فد نوع من الإكوليبريم، نوع من التوازن بينه وبين الحالة الأخرى. الحالة الأخرى شنو؟ ذرة الكربون اللي هسه المؤشر عليه، ذرة الكربون رقم 2 حاليا اللي تشوفوه، راح يفقد هيدروجين، يفقد هيدروجين، نسحب من عنده هيدروجين، يتحول إلى كربون يحمل شحنة سالبة، كارب أنيون، يتحول إلى كارب أنيون، ومن ثم هذا الكارب أنيون، هذه الشحنة السالبة، راح تهاجم جزيئة ثانية من البنزويل كلورايد اللي كان عندي بالبداية اللي هو فنال COCl، يهاجم جزيئة ثانية من البنزويل كلورايد، راح تجي ترتبط بالموقع رقم 2 على ذرة الكربون رقم 2 اللي تشوفوا هنا تعويض برقم 2. زين، بعد ذلك التحلل المائي لهذا المركب، التحلل المائي راح مجموعة الفنول سي دبل بوند او اللي موجودة على ذرة النيتروجين اللي للأعلى راح تفقد من خلال التحلل المائي الهيدروليسيس، يبقى عندي التعويض معوضة الفنول سي دبل بوند او فقط في الكربون رقم 2. أحد عنده سؤال؟ نشوف هنا عملية النيتريشن والبرومينيشن بالنسبة للإيميدازول كانت تحدث في الموقع رقم 4. ننتبه إلى أنه الأسيليشن في الإيميدازول يحدث في الموقع رقم 2. أماكن التعويض هي مهمة جدا أنه تعرفوها بالنسبة لكم. أكو سؤال؟ زين، نجي إلى نوع آخر من التفاعلات اللي تعانيها حلقات الأزول اللي هي نيوكليوفيليك سبستيوشن، التعويضات النيوكليوفيلي. التعويض النيوكليوفيلي راح يحدث على يعني مجموعة هي أساسا موجودة في الحلقة. شوفوا لي هنا عندي حلقة ثايازول وعندي في الموقع رقم 2 مجموعة كلور. هذه مجموعة كلور يعني راح تخرج كمجموعة مغادرة إذا فعلتها مع مركبات يعني مع نيوكليوفيلات جديدة. على سبيل المثال هنا النيوكليوفيل ماتي هو فنل SNA، هذا المركب يحتوي لمزدوج الكتروني على ذرة الكبريت على ذرة الأس، راح يهاجم ذرة الكربون رقم 2 في الحلقة، يستبدل محل الكلور، يصير عندي الناتج S فنل. S فنل. أكو سؤال؟ ننتبه إلى أنه نعم إلى أنه التو هالو، نشوف هذه الملاحظات كلش مهمة. التو هالو ثايازول مثل هذا المركب جماعة الثايازول اللي يحتوي لي هالوجين في الموقع رقم 2 يتفاعل بسرعة رابدي، والسلفر نيوكليوفايد يتفاعل مع النيوكليوفيلات المهاجمة اللي تحتوي لي سلفر أو ذرات S. زين، خلينا نشوف النوع الآخر من أنواع الثايازول اللي هو الأوكسازول، التو هالو أوكسازول. على سبيل المثال هذا اللي موجود أمامكم، عندي أوكسازول بالموقع رقم 2 يحتوي لمجموعة هالوجين. النيوكليوفيلات اللي راح يتفاعل وياها يكون من النوع نيتروجين نيوكليوفايل. ألاحظ أنه عندي مجموعة فنل NH مثل اللي هو
ان مثل انيلين، ان مثل انيلين. النيوكليوفيل هو عبارة عن مجموعة نيتروجين، راح تستبدل محل مجموعة الكلور اللي موجودة برقم 2 على حلقة ال. أوكسازول يتكون عندي الناتج اللي تشوفه أمامكم بنسبة مئوية عالية 96%. إذا ماكو سؤال نستمر في المادة. نشوف بقى عندنا آخر تفاعل هو الميتال هالوجين اكسشين، استبدال الفلز أو الميتال محل الهالوجين اللي موجود في الـ 1-3 ثايوزول. نشوف المثال على هذا الموضوع هو التفاعل اللي موجود أمامكم، تفاعل الإيميدازول يحتوي لي بالموقع رقم 4 على مجموعة بروم 4 برومو إيميدازول. إذا فعلت مع تشوفون فوق السهم الآن تيرشري بيوتيل ليثيوم، تيرشري بيوتيل ليثيوم راح يصير استبدال الليثيوم اللي موجود أمامكم الآن استبداله محل البروم، يستبدل محل البروم في الخطوة الأولى. ومثل ما تشوفون انه هو التفاعل عبارة عن خطوتين، ستيب نمبر 1 اللي موجود فوق السهم وستيب نمبر 2. مثل ما قلنا في ستيب نمبر 1 يصير استبدال الليثيوم محل البروم اللي نسميها الميتاليشن او ميتال هالوجين اكسشينج. بالخطوة الثانية راح الليثيوم راح تستبدل بمجموعة أخرى راح نفاعلها مع الأستيتوفينون، هذا الكيتون اللي موجود في الأسفل بستيب نمبر 2 هو الأستيتوفينون، راح تحل محل الليثيوم في الموقع رقم 4. يتكون عندي الناتج الآتي اللي هو عبارة عن تيرشري الكحول، عبارة عن كحول ثالثي معوض في الموقع رقم 3 بالنسبة لحلقة الإيميدازول. احنا لهنا يعني اكملنا المادة الدراسية مالتنا. اذا يعني ان شاء الله اذا صار يعني دوام الاسبوع القادم راح تكون عندنا يعني مراجعة سريعة لكل المادة اللي درسناها، مادة الهيتروسايكليك اللي درسناها خلال هذا الكورس.